فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة نصرانية أو امرأة كانت نصرانية وقد أسلمت، زوجها ما زال نصرانيا، وتخاف هذه المرأة من إظهار إسلامها لأنها تعلم أنها سوف تطرد من البيت وتتعرض لمشاكل وقد تنحرف. السؤال: ماذا تعمل حيال ذلك؟ فهل أخف الضررين أن تبقى معه حتى يفتح الله عليها؟ لا، ما تبقى معه. إذا انتهت العدة ولم يسلم بانت منه، إذا انتهت عدتها ولم يسلم بانت منه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.